ما تخلي الشيطان يعبث لك بعقلك ويقول لك شغله وانتبه. واخيرا انه الاسد عم يحرق البلد وعم يقصفها وعم يحرق الاخضر واليابس فيها حفاظا على كرسي. لا، خليك مثل ما انت تماما، لانه لما رح تموت عقلك رح تسلمه بالتيكت اللي عليه مثل ما هو جديد. اسد، اذا اعطيناك الكرسي وقبرناك معه بيمشي الحال؟ الشعب السوري بنى الجيش اللي عم يقصفه من جيبه 40 سنة، من جيبنا عم يقتطع من دخولنا ويروح للجيش. 40 سنة تحملنا وقطعوا من لقمة ولادهم مشان الجيش، مشان بعدين شو يصير لما نسمع موسيقى الطيران الحربي ميج بعد سنة 73 نسمعها على روسنا وعلى بيوتنا؟ سجل يا تاريخ، آخر مرة قصفت دمشق كانت عام 1920 على يد غورو وقت الاحتلال الفرنسي. بس أنا عندي سؤال، لو الجيش الحر رح يتخبى بالجولان يا أسد، تسترجي تقصفه؟ هلأ بيجي سكان كوكب منحبك شو بيقولوا لك؟ هذا القصف ما عم بيروح فيه حدا، فقط الإرهابيين والمسلحين، حتى البيوت اللي عم بتروح بيوت إرهابيين ومسلحين. كيف؟ ما حلي أشرح لك إياها. هذا يا سيدي، النظام السوري استورد أسلحة ذكية جدا فائقة الذكاء، ولا إيكوتان. من وين؟ من روسيا. هذا السلاح تجي قذيفة الهاون مثلا ترقص البالي في الفضاء، تتزحلق على الجليد، بتلف هيك من جنب راس المنحبك جي، بتبوسه على جبينه، بتقله منحبك، بعدين بتروح عند الإرهابي تقتله، بتميزه يعني. أما قذيفة الطيارة فتنزل بتضل بتلف وبتفتل بين البنايات لوقت ما تروح على البيت اللي مكتوب عليه بالروسي والإيراني والصيني والعربي، عشان تفهم مكتوب عليه هنا بيت الإرهابي فلان، وبتقصفه. عزيزي المنحبك جي، أنت مصدر إلهامي. تعرف شو عم فكر؟ بدي أعمل مشروع استثماري، يعني استغل فيه هالموارد المتاحة اللي ما عم تستعملوها. لازم كل من حبك جي يفطس بقذيفة وليموت، نستأصل عقله نركبه على شجرة أو على قطة، هيك ممكن نستفيد منه أكتر. معه أبو من حبك جي شريش حالي، تحسه هيك أم الغباء، يعني أصل المادة اللي وردت الغباء لكل العالم من حبك. المجموعات المسلحة قتلت الكثير، وظهر الناس على التلفاز، على شاشات التلفاز يعترفون كيف قطعوا وكيف نقتل بهم وبذويهم. شلون ربطت معك هاي؟ تن 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 تن. عرف عن نفسك. ولا سيدي، أنا المرحومة مقدمة برنامج عنزي لو طارت. كيف انقتلتي؟ سيدي نحل رقبتي الأول. لا يا ربي، ليش الكذب؟ الكذب حرام حتى لو أنا ميتي. سيدي دس رقبتي الأول، بعدين نحر لي إياها، بعدين غزني سكينة ببطني، بعدين جد علي أنفي، بعدين قسلني لساني، بعدين ضربني كف، قام انقهرت على كرامتي المهدورة فمتت. سيدي مين قتلك وليه؟ سيد الأسد ما عمل لي شيء. بحب قول لكل العالم عبر قناة الدنيا إن الأسد بريء من قتله، حيث أن الذي حصل إنه دق الباب، قام قلت لهم مين؟ قالوا لي نحن شبيحة بريئين، قام فتحت لهم الباب، قام دخلوا قالوا لي ليك نحن مو شبيحة بريئين، كذبنا عليك من شوية، كذبنا عليك، نحن عصابة إرهابية مسلحة وقتلوني. سيدي الأسد بريء، الأسد بريء، الله سوريا بشار وبس. هيك تماما طلعوا بعد ما قطعوا ونكل بهم واعترفوا. أنا كثير زعلانة من العصابات الإرهابية المسلحة لأنه قاموا بخطف 48 إيراني يحرم يحرم وقعانين على رأسهم، وعم أسرع على قواهم العقلية فخلتهم يجوا هلأ بهالظروف اللي عم تمر فيها سوريا المزدهرة والأمان الفظيع وعلاقة الود بيننا وبين إيران لحتى يزوروا مقام السيدة زينب ويحجوا. يعني عمل إرهابي، يعني كأنكم خطفتوا باص حجاج رايحين لمكة، مو معقول. إيراني وهاي مسلح انقلاب إسلامي إيران هستم، مسؤولة تيم تخصصي قاين نفره هستم. حسني حسني مجيد الغنبري مارس قوادي اینجا و تیم. تاني مرة يا ريت هوياتكم العسكرية بس تتركوها بإيران قبل ما تجوا لهون مشان الحج. وألف مبروك، مبروك يا حجة الوداع. عجبتني مقولة للمندسين قال حتى يفكر المرء بالحج في مثل هذه الظروف لا يكفي أن يكون مؤمنا، يجب أن يكون مؤمنا ذو مكانة خاصة ورتبة خاصة، كأن يكون قناص مثلا أو مخابرات.